هل تتوقع أن تلجأ إسرائيل لوقف الحرب على غزة قريبا، خاصة مع الخسائر الكبيرة التي ترفض الإعلان عنها بتفاصيلها وحقيقتها إسرائيل، وأيضا مع عدم قدرة إسرائيل على إدارة المعركة حتى اللحظة؟ مساء الخير لك وللمشاهدين والمستمعين كافة. أنا أعتقد أن إسرائيل من الصعب عليها التوقف في عدوانها على قطاع غزة، وخاصة بهذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية وسياسة الأرض المحروقة والأهزمة النارية وجرائم الحرب والمجازر التي ترتكب بحق أبنائنا وأهلنا في قطاع غزة، وخاصة من المدنيين، حيث بلغت نسبتهم أكثر من 80% من الشهداء لأسباب متعددة. السبب الأول هو أن الجيش الإسرائيلي حتى الآن لم يحقق أي إنجاز عسكري على الأرض. الجيش الإسرائيلي حتى الآن ليس لديه أي معلومات لا أمنية ولا استخبارية عن قدرات المقاومة الفلسطينية وعن قيادات المقاومة الفلسطينية. الجيش الإسرائيلي أيضا عاجز عن الوصول إلى مناطق تواجد الأسرى والرهائن الإسرائيليين. الجيش الإسرائيلي هناك خلافات مع القيادة السياسية، وهذا ظهر جليا من خلال المؤتمرات الصحفية التي عقدت بالأمس بين رئيس الوزراء وبين وزير الحرب، حيث لم يتمكنا من الحديث في مؤتمر صحفي واحد، وهذا إن دل على شيء يدل على أن ما يجري في قطاع غزة هو عبارة عن مجازر، عبارة عن عصابات لديها طائرات، لديها دبابات تقتل عن بعد. والجيش الإسرائيلي لا يقاتل، الجيش الإسرائيلي مختبئ بدبابته بآليته لأنه يتجنب المواجهة المباشرة مع المقاتلين الفلسطينيين تجنبا للخسائر. ونحن نعلم أن هناك عدد كبير من الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي لا يعلن عنها ولن يعلن عنها في المدى المنظور، لأنه يؤثر على الجبهة الداخلية الإسرائيلية المفككة أصلا، حتى لا يزيد تفككها وحتى لا تؤثر على معنويات الجنود في الميدان.